السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طبعا بسبب الاستضعاف، بسبب المسلمين كانوا ضعاف وكان عددهم قليل، كان ربنا سبحانه وتعالى أذن لهم إن هم يعاهدوا الإيه؟ المشركين. المشركين خانوا العهد وتحالفوا مع أعداء الإسلام وتعرضوا لبعض المسلمين، فربنا سبحانه وتعالى نزل لهم البراءة، براءة من الإيه؟ من العهد اللي ما بيننا وما بينهم. طيب المفروض إن هم خانوا العهد، فإحنا كمان من حقنا نخون العهد، بس إحنا مش بنعرف نخون العهد، فإحنا اديناهم فترة إيه؟ 4 أشهر، يعني زي مهلة كده ماش هنتعرض ليهم، وكأننا ما زلنا في الإيه؟ في العهد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ فسيحوا في الارض 4 أشهر. فسيحوا يعني عيشوا حياتكم، يعني خدوا راحتكم خالص. الكلام طبعا كان فين؟ الكلام في ايه؟ في الحج. فارجعوا بلدكم تاني. يعني احنا مش هنبدا مثلا نعاقبكم او على الخيانه بتاعتكم او نحاربكم او كده وانتوا بعيد عن بلدكم، لا لا لا، روحوا ارجعوا بلدكم تاني وتحالفوا مع اللي انتوا عايزين تتحالفوا معاه، وهاتوا اسلحه وجهزوا نفسكم واعملوا خنادق واعملوا اللي انتوا عايزينه، فسيحوا في الارض بالامر كمان، يعني ايه؟ كان ربنا بيقول لهم اعملوا كده، اعملوا يعني بالبلدي كده، هاتوا اخركم. واعلموا علما يقينيا انكم غير معجز الله. مش هتعرفوا تعجزوا ربنا، ومش هتعرفوا تهربوا من قدر ربنا. ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض وخالقكم، وانتم وأعدائكم وحلفائكم وأسلحتكم وبيوتكم وإخواتكم وولادكم بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا أنكم غير معجز الله، المفروض تكون وأن الله مخزيكم، لا، ربنا قال وأن الله مخزي الكافرين، ده اسمه التفات، يعني ربنا إيه؟ كان بيخاطبهم. واعلموا أنكم، بعدين سابهم بقى، سابهم تحقيرا لشأنهم، وذكرهم بالصفة اللي سببت ده، اللي سببت الايه؟ هذا التهديد وهذه البراءة اللي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى.